episode, find the value of the current passing through 5 ohm. يعني يقول لك اوجد لي التيار خلال المقاومة 5 ohm. يعني يريد هنا التيار تحسب لي اياه. تمام؟ Using the Norton theorem. يعني تستخدم نظريات نورتون. بعدين يقول لك احسب لي الباور absorbed by this resistor. يعني يحسب لي قيمة الباور اللي نحتاجها او مستهلكة او اللي تاخذها هاي المقاومة. بس بالبداية احنا نعرف طريقة نظريات نورتون. نظريات نورتون اول شيء احسب الـ R نورتون. الـ R نورتون لما نحسبها اول شيء اوخر مصادر الفولتية ومصادر التيار. اذا كان عندي مصدر فولتي يصير شورت سيركت، مصدر تيار يصير اوبن سيركت، والطرف المقاوم اللي يريد نحسب عليه يكون ايضا اوبن سيركت. يعني هنا راح نختصر يمكن بستيب وحدة. يعني هنا عندي مصدر فولتي راح يكون شورت سيركت، هنا مصدر تيار راح يكون اوبن سيركت، وهنا هذا الطرف راح يكون اوبن. ارسم الدائرة. عفوا هنا هذا راح يكون open circuit، هذا الجزء راح يكون open، راح يكون هذا الجزء open غير متصل. هنا هذا القيمة غير متصلة. هنا قيمة مقاومة 15، وهنا عندي 10، وهنا 6، هنا open، هنا قيمة 4. نحسب الـ R Norton. الـ R Norton طبعا حسابه راح يكون بشكل سهل. اول شيء عندي هنا عندي المقاومات، نحسب الار نورتن بهذا الطرف، ار نورتن هذا الطرف، عندي هاي 15 ويل 10 توازي. الناتج بعد عمليه التوازي راح يكون ويل 6 والاربعة توالية، بحيث عندي راح يظهر عندي الناتج. هذا الناتج مال دني اثنيناتي التوازي، يعني 15 توازي ويل 10، فيكون عندي الناتج 6. ناتج التوازي ويل مقاومة 6 اوم والمقاومة 4 اوم راح يصير 12 16. يعني عندي الار نورتون هي 15 توازي ويل 10، الناتج مالتين يجمع ويل 4 زائد 6 اللي هو راح يكون عندي الناتج 16. هذا يمثل لي الار نورتون. هسه نحسب اللي بعدها، نحسب ال اي نورتون. الاي نورتون شلون تنحسب؟ الاي نورتون اول شيء الطرف المقاومة اللي يريد نحسبها راح يكون شورت سيركت. هذا طرف المقاومة راح يكون شورت سيركت. بالسابق كنا ان بنظريات ثيفنين لا يكون اوبن سيركت، هسه حاليا راح يكون شورت سيركت. طبعا نفس هاي الدائرة اذا اريد اعيد رسمها. طبعا خلينا نعرف احنا عندي مصدرين للمصدرين، مصدر فولتيه ومصدر تيار. هسه بالبدايه راح احسب الاي نورتون بالنسبه للمصدر الاول ونعيف المصدر الثاني اوبن سيركت. بالحاله الثانيه ايضا نحسب الاي نورتون بالنسبه للمصدر الثاني ونلغي المصدر الاول يصير شورت سيركت. هسه بالحاله الاولى عندما يكون المصدر الثاني هو اوبن سيركت، الاي نورتون بحيث راح يكون عندي اي نورتون داش اول وحده، راح يكون عندي الاول راح يكون شورت سيركت وراه مقاومه، ايضا مقاومه ثانيه. عندي هذا مصدر التيار راح يكون اوبن سيركت. ليش اوبن سيركت؟ لان احنا نلغي هذا المصدر، نعيش فقط المصدر الاول. هنا المصدر الاول قيمته ايش قد؟ 20، هنا قيمته 15، هنا قيمته 6، هنا قيمته 10، وهنا قيمته 4. نحسب التيار هنا، هذا سميناه اي نورتون داش، اول قيمه للاي نورتون. هنا اذا اريد القيمه نحسب للتيار، هاي قيمه التيار هي نفسها قيمه التيار عند مقاومه 6 ومقاومه 4. يعني احنا بدوار التوالي يكون التيار شنو يكون؟ متساوي.
يعني تيار اي نورتن يكون مساوي قيمة التيار بالمقاومة 6 ومقاومة 4. طبعا انا حتى احسب التيار راح اعيد رسم هاي الدائرة. رسم هاي الدائرة راح تكون بهذا الشكل. هاي الأغيها عندي هاي المقاومة، مقاومة 6 ومقاومة 4، وهنا مقاومة 10، هنا مقاومة 15، ومصدر الفولتية قيمته 20. نحسب التيار بالستة والأربعة اللي هو راح يكون متساوي. هسه عندي لازم أنا شنو عندي؟ أكون أحسب قيمة الـ أول شيء لازم أحسب قيمة الفولتية على هذا الطرف، وبعد ما أحسب قيمة الفولتية نقدر نحسب التيار. هنا نقدر نختصر او نقدر نحل هذا السؤال بطريقة يعني نحل هذا السؤال، نبسط هاي الدائرة، وبعد ما نبسط هاي الدائرة نقدر نحل هذا يعني هنا نبسط هاي الدائرة، هنا نختصر المقاومات، يعني صار عندي مقاومة واحدة وهي هاي المقاومة راح تكون توازي، والناتج هذا التوازي وهي هاي المقاومة توازي، نقدر نوجد التيار الكلي. بعد ما وجدنا التيار نوجد التيار عند هذا الطرف اللي هو نوجد الفولتية عند هذا الطرف، راح تكون الفولتية مساوية عند العشرة ومساوية عند الستة والأربعة. طبعا هسه راح اشتغل هذا بدون استخدام فولتج ديفايدر رول، هنا نقدر نختصر بالحل باستخدام الفولتج ديفايدر رول. هسه راح اختصر الحل، استخدم الحل بدون فولتج ديفايدر رول. في البداية عندي هذين المقاومات 6 و4 توالي، راح يكون عندي قيمة المقاومة هذه 6 و4 ناتج، عفوا هنا قيمة المقاومة راح تكون 10، 10 ويل 10 راح تكون قيمة التوازي، يعني 6 زائد 4 الناتج مالتن توازي ويا من ويا مقاومة 10، راح يكون عندي الناتج يساوي لي 5، بحيث الدائرة راح تصير بهذا الشكل. هنا قيمة المقاومة 15، هاي قيمة مقاومة 5، هنا قيمة المقاومة قيمة مصدر الفولتية 20. هنا بعد ما وجدت أنا قيمة ال بعد ما وجدت هنا المقاومة 5، نقدر نوجد التيار. التيار شو يساوي لي؟ التيار يساوي لنا 20 على المقاومة الكلية اللي هو راح تكون عندي قيمتها 20، اللي هو راح يساوي لنا 1، اللي هو هنا قيمة هذا التيار هنا. بعد ما وجدت التيار، بعد ما وجدت التيار نقدر نستخرج الفولتية عند المقاومة 5. الفولتية عند المقاومة 5 شلون نقدر نستخرجها؟ نضربها في التيار. إذا الفولتية عند المقاومة 5 أوم يساوي لي تيار في المقاومة، تيار يزيد قيمته 1، في المقاومة يزيد قيمته 5، اللي هو راح يساوي لنا 5 فولت. استخرجت الفولتية عند الخمسة. الفولتية عند الخمسة هي راح تكون نفس الفولتية عند العشرة، الفولتية عند الستة والأربعة. انا وين اريد احسب التيار؟ اريد احسب التيار اليسري هنا بالستة والاربعة، يعني راح يكون عندي قيمة التيار عند الستة فاصلة اربعة، اللي هو راح يكون نفس الشيء، اللي هو راح يصير كأنما نفس الاي نورتن داش يساوي لي شنو؟ الفولتية يزيد قيمتها 5، على المقاومة يزيد قيمتها 10، راح يكون عندي 1 على 2 قيمة المقاومة، قيمة التيار نورتن داش اللي راح تكون قيمته 0.5 امبير. طبعا هنا بالملزمة حالة باستخدام الفولتج ديفايدر رول، او هنا ايضا مستخرجها باستخراج القيمة الكلية. المهم راح تكون عندي طريقتين، يا اما تستخدم الفولتج ديفايدر رول. الفولتج ديفايدر رول شنو معناته؟ معناته لما استخرجت الفولتية هنا اللي هي قيمتها 5، تقدر تستخدم الفولتية 5 في قيمة المقاومة اللي تريد تحسبها اللي هي 6 زائد 4 اللي 10، 5 في 10 على مجموع المقاومات الكلية اللي هي 10 زائد 4 زائد 10 راح تكون 20، أيضا راح يطلع لك 0.5. طبعا هنا بالملزمة مستخدمة هاي اي داشن، يعني حاسبها بالاستيب الثاني، اعتبرها بمصدر الاستيب الثاني. الاستيب الأول كان عنده شنو حاسبها؟ حاسبها بالنسبة لمن؟ مصدر التيار.
يعني هاي الدائرة استخرجنا القيمة الأولى، نستخرجها بالنسبة للتيار. طبعا تقديم التأخير ما يأثر، يعني إذا نريد ناخذ المصدر التيار أول شيء ونلغي المصدر الفولتي، أو ناخذ مصدر الفولتي ونلغي مصدر التيار، نفس الشيء ما يأثر. هسه بملزمش ماخذ مصدر التيار وعارف مصدر الفولتية، يعني لاغي مصدر الفولتية. أنا شنو أخذت؟ أخذت مصدر الفولتية والغيت مصدر التيار. هسه بالحالة الثانية راح ألغي مصدر الفولتية وأعيد مصدر التيار اللي هو نفس الحالة الأولى وين بالملزمة. أعيد رسم هاي الدائرة بإلغاء مصدر الفولتية وأعيد مصدر التيار، راح تكون دائرة بهذا الشكل. هذا مصدر الفولتية ألغيته، عندي هنا مقاومة، هنا أيضا مقاومة، هنا هذا شورت سيركت، هنا عندي مقاومة، هنا مصدر التيار، جيت قيمة عندي 15 10 6 4، هنا قيمة التيار 4 أمبير، 4 أمبير. هسه هنا أيضا نحسب الآي نورتن داشيا، الآي نورتن 2 داش، وين أريد أحسبه؟ أحسبه بهذا السلك. الآي نورتن التيار خلال هنا هذا السلك هو نفسه من التيار خلال هاي المقاومة. طبعا هسه راح أعيد ترتيب هاي المقاومة. مقاومة 15، مقاومة 10، شنو تعتبر؟ تعتبر دائرة توازي. إذا أعيد رسمها هاي الدائرة، يعني هاي الدائرة نفسها أرتبها، راح تكون بهذا الشكل. عندي هنا أنا هذا مصدر التيار، عندي هاي المقاومة، هاي المقاومة 6 توازي ويا من؟ ويا مصدر التيار. وأيضا عندي هاي المقاومة 15، مقاومة 10 توازي، يعني ناتجهن 15 و10 قيمة التوازي إلهن أعتقد يساوين 1.5. وهي مقاومة قيمتها 4، هاي مقاومة قيمتها 4، هنا قيمتها 6، هنا قيمة التيار 4 أمبير. أنا شنو أريد أحسب؟ أريد أحسب التيار هنا اليسار اللي هو سميته آي نورتن داشيا. هنا راح نطبق هسه بهذا الشكل، بهذا السؤال راح اطبق الكرنت ديفايدر رول. الكرنت ديفايدر رول يعني تلاحظون هسه راح يختصر لي هواي بالحاله. بالحاله الاعتياديه لازم استخرج المقاومه الكليه، وبعد ما استخرج المقاومه الكليه استخرج الفولتيه الكليه، الفولتيه الكليه على هذا الطرف ومساوي الفولتيه 1.5 وال4، الفولتيه 1 على 1.5 وال4 نستخرج لها التيار. تيار شنو؟ الفولتية الكلية على مقاومة 1.5 و4، استخرجنا التيار. هاي طبعا وين؟ هاي إذا أريد نستخدمها في الحالة العادية، لكن إذا أريد استخرجها باستخدام كرنت ديفايدر رول، يعني راح يكون عندي الآي نورتن داشين شو يساوي لي؟ يساوي لي التيار في المقاومة اللي ما أريد نحسبها اللي هي 6، يعني التيار في المقاومة اللي ما أريد نحسب عندها التيار 6، في شنو؟ في المقاومة الكلية. المقاومة الكلية ايش قد عندي راح تصير؟ 6 زائد 1.5 زائد 4. بس واحد يقول ليش قلنا التيار احنا نحسبه على 4، يعني ما نريد هي 1.5، يعني ما نريد نحسبها، ليش ما عوضنا بدل 6 1.5؟ هنا التيار عند 4 هو مساوي عند 1.5، لهذا نفس الشيء، يعني لما نريد نحسبه عند 4 نفس التيار عند 1.5. قانون نورتن، العفو الكرنت ديفايدر رول، التيار في قيمة المقاومة اللي ما نريد نحسبها اللي هي فقط 6 على المقاومة الكلية، بحيث راح تظهر لي القيمة يساوي لنا هنا قيمة المقاومة 1.5، قيمتها 6، قيمتها 6، تمام؟ هاي 6 قيمتها 4 × 6 × 16، طلع لي 3/2، 3/2 اللي هو يساوينا 1.5
امبير. هذا شو مثل لي اي نورتن داش. طبعا هسه استخرجت الاي نورتن داش واي نورتن داشين. هسه راح نستخرج او نكتب الاي نورتن كليه. الاي نورتن كليه لازم انا حتى اكتبها عندي هنا، صار عندي اثنين اي نورتن. الاي نورتن اول قيمته 0.5 راح اكتبه هنا، الاي نورتن داش يساوي لنا 0.5 امبير. الاي نورتن داشين قيمته 1.5 امبير، صارت عندي قيمتين له. حتى اوجد الاي نورتن كليه لازم ارجع للرسم الرئيسي عندي. اول شيء الاقي وين اريد احسب التيار، عندي المقاومه 5. نلاحظ اتجاه السهم هنا الجزء الموجب وين صاير؟ على الجزء الموجب، داخل على الجزء الموجب. اذا هذا اول بالنسبه لمصدر التيار راح يكون موجب. هنا ايضا عندي شاته مصدر الفولتيه موجب وين داخل؟ اتجاه عقرب الساعه ايضا على الجزء الموجب. يعني تكون اثنيناتهم عمليه جمع بيناتهم، راح تصير عندي التيار النورتن كلي اي نورتن يساوي لنا اي نورتن داش زائد اي نورتن داشين، اللي هو راح تكون 0.5 زائد 1.5 اللي يساوي لنا قيمتها 2 امبير. قيمة الاي نورتن اثنيناتها راح يكون قيمتها 2 امبير. طبعا ايضا بالسؤال طالبنا عندي هنا حسبنا الاي نورتن، طبعا نكتب الدائرة المكافئة هنا نكتب هو شنو نريد من عندي بالسؤال. يقول لك احسب لي قيمة المقاومة، قيمة التيار عند المقاومة 5. يعني لازم نكتب دائرة او نرسم دائرة نورتن. دائرة نورتن تتألف من مقاومتين توازي، هاي مقاومتين توازي ومصدر تيار. طبعا مو شرط مقاومتين توازي، طبعا راح نشوف واحد من الامثلة. صحيح نحسب او عندي اضيف مقاومة، المقاومة الثانية احتمال مصدر فولتية اللي هو نريد نحسب عدة التيار، يعني قد يكون عندي مصدر فولتية. المهم بالمثال راح تشوفونه. هسه عندي الاي نورتن شو قيمتها؟ عندي هذا اي نورتن قيمتها 2 زين. قيمة الار نورتن، الار نورتن استخرجناها قيمتها 16، هاي الار نورتن قيمتها 16. قيمة المقاومة اللي نريد نحسب عندها، احنا بالسؤال قيمة المقاومة اللي نريد نحسب عند المقاومة 5، يعني هنا نعوض 5. هنا هو بالسؤال شو يقول لك؟ يقول لك احسب لي قيمة التيار اللي مار خلال المقاومة 5. هنا ايضا نقدر نطبق قانون كرنت ديفايدر رول، عندي مقاومتين توازي وعندي مصدر تيار. هنا اريد احسب التيار، يعني عندي قانون قيمة التيار عند المقاومة 5 شو يساوي لي؟ قيمة التيار 2 في 16 في المقاومة اللي ما اريد نحسب عدها على المقاومة الكلية جي قيمتها 21، راح تكون عندي القيمة قيمة التيار 2 في 16 32 على 21 1.52 امبير. هذا وين؟ شو مثلي؟ مثلي التيار عند هاي المقاومة 5. ايضا بالسؤال يقول لك احسب لي قيمة الباور هاي المقاومة. نعرف ان الباور شو يساوي؟ حسب القانون اما اسوي لي فولتية في التيار، او نقدر نكتبها فولتية في التيار، فولتية الخمسة نقدر نستخرجها من خلال التيار، او نقدر نكتبها يعني مباشرة هو يساوي لي التيار تربيع في المقاومة. قيمة التيار جيت 1.5، التيار وين؟ اللي مر بنفس المقاومة. 1.52 تربيع في مقاومة جيت 5 راح يظهر لي الناتج 11.6 واط. طبعا هنا هذني هذا السؤال. هنا مرات يقول لك ليش هنا التيار، لان التيار هنا عندي مختلف. ليش قلت لكم التيار اللي على مقاومة 5؟ لان هنا التيار يختلف دائرة التوازي. لو كان دائرة التوالي ما يأثر، أي تيار موجود ضمن الدائرة ما يأثر، يعني دائرة التوالي يكون التيار متساوي.